أسعار نارية والقرطاسية أصبحت تساوي الأقساط كما الشنط المدرسية اللي بتوصل لل $150 للشنطة الوحدة. هذا ما ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي قبل بدء الموسم الدراسي، لذلك توجهت كاميرا هنا لبنان إلى بعض المتاجر للتأكد، وهذا ما عدنا به إليكم. في شنط كتير غالية مظبوط، في ماركت وفي كواليتي جيدة جدا، وفي شيء خفيف حتى مش كتير خفيف، يعني في هيك وفي هيك. بس المشكلة ثلاث ارباع الناس عم بتفت، يعني بتيجي بتقلك بدي شنطة كتير متينة ما بتخزق وهيدا، وما بدها تدفع حقها. هلا هي أزمة اقتصادية على الكل، بس لا ما بتصور انه الأسعار، يعني في شغلات تحت $10 يعني ممكن تلاقي شنطة، وفوق $100 ممكن تلاقي شنطة، كل واحد حسب ميزانيته. اليوم تختلف أسعار الشنط المدرسية عن سنة الماضي أو بعد ضمن الأفرج تقريبا؟ لا ما في كتير فروقات، يمكن بسبب الأزمة والخوف كان أنه ممكن يكون ما في مدارس، صارت التجار عم بتحاول تطلع من بضاعتها إذا صار شيء، فما كان في ارتفاع زيادة بالأسعار عن سنة الماضي، بتصور نفس أسعار سنة الماضي. الكتب المدرسية أخذت أيضا حيزا واسعا من النقد لجهة الأسعار المرتفعة، فماذا بالنسبة للكتب في المدارس الرسمية؟ كتب المدرسة الرسمية سنة الماضي ما طبعت الدولة كتب، ولا حدا تبرع من الدول برا، لأنه لهم كان فترة عم يتبرعوا يعني بيتجي هبة ويطبعوا الكتب. السنة الماضية ما طبعوا كتب، والسنة كمان ما طبعوا كتب، فعم نضطر كمكتبات نصور الكتب تصوير طبعا بطلب من وزير التربية سنة الماضي والسنة. طبعا تصوير أرخص من كتاب كان مطبوع أصلا، يعني لأنه أصلا عم نطلع أسود وأبيض مش ملون. أما فيما يخص الكتب في المدارس الخاصة، نستطيع أن نقول وبصريح العبارة المشهد مبكي هنا. المدارس الخاصة كتبهم على الدولار نسبيا صارت غالي بالنسبة لمعاشات الأهالي للتلاميذ، فكتير أهالي صاروا عم يضطروا يروحوا يجيبوا كتب مستعملة من عند حدا كان سنة الماضي بالصف وهي الأمور. في كتير دور نشر لبنانية بتطبع كتب هون، ولكن في مدارس خاصة بتجيب كتبها من برا، فأهالي اللي بيجيبوا كتب من برا أسعارهم كتير غالي، يعني إنه ممكن يكون في كتاب ساينس أو مات أو ما بعرف شو للابتدائي لنفترض سعره $40 و$50 وممكن يوصل $60. إذن الأسعار المتفاوتة تبقى خيار لمن يريد الأرخص ومن يريد الأعلى سعرا، وكله حسب النوعية، وفي كلتا الحالتين الله يعينك يا لبناني.